سلام. عليكم السلام. خلصت كل شيء؟ بعد شوي. لا مايل مو عاجبني. مايل شوف من هني مايل مو عاجبني. زين تعال الصور ليش ما علقتهم؟ مال الصباغ دقيت عليه الصباغ؟ أنا أصلاً أدري ولا شيء بيصير بالوقت اللي أنا أبيه، أنا أدري أصلاً ولا شيء بيصير أوكي. أولاً دقيت هالصباغ ومال ورق الجدران راح يجي بوقته لا تحاتين. إيه. وبعدين إذا هذا اخترب ممكن يتصلح وإذا كان مايل يتعدل. لكن اللي يخترب وما يتصلح هو علاقتنا. أنا أدري إنك أنت حريصة إن كل شيء يكون من أحلى ما يمكن. لكن أسلوبك هو اللي ينرفز ويأذي. الحين أنت زعلت؟ أذيت إيه بس ما زعلت. زين هذا اللي...